كل شوية نسمع إشاعة، بنزيما هرب، بنزيما انقطع عن تدريبات الاتحاد، بنزيما اتخانق مع نونو سانتو، بنزيما عاوز يرجع أوروبا تاني وجايله عرض من أرسنال، وأخيرا مدرب الاتحاد قرر استبعاد اللاعب من معسكر دبي بسبب غيابه عن التدريبات بعد فترة الأجازة. بعد الاستبعاد سمعنا أن بنزيما محبوس في موريشيوس بسبب إعصار اسمه بلال ومش عارف يرجع. كل الكلام ده بيأكد أن في مشكلة حقيقية بين نادي الاتحاد وكريم بنزيما، والمشكلة زادت بعد أداء الفريق المخيب للأمال في كأس العالم للأندية. السنة اللي فاتت الفريق كان بطل الدوري بدون بنزيما، السنة دي مع بنزيما الفريق سابع الدوري، ووسط كل ده جمهور الاتحاد رافض ان بنزيما يكون الكابتن وعايزين الشارة ترجع لحجازي. فهل بنزيما هيمشي فعلا من الاتحاد؟ وهل المشاكل دي هتأثر على قدوم نجوم جديدة للفريق زي محمد صلاح مثلا؟ قول لنا رأيك.